دابا كنقاط على مخطط المغرب الاخضر، وهذا كل يعني سيت فينا تاكسي بلي ديال رئيس الحكومه. نقول لك لا كنت ما كاش مخطط. شوف ضوا في السواق الحمد لله، اليوم ثلاث سنين ما كاينش الشتاء ما كاينش الماء. شوفوا هاد الديسير اللي كاين اليوم، وشوفوا الفاكهه اللي كاينه في السوق. بلاتي ولا ما كاينش الدلاح في السوق، سولوا شكون. قلت لك الا ما كاينش الدلاح في السوق سولوا شكون، والا ما كاينش الهندي، الا كاينه الهنديه ناقصه، عرفتوا بان الهنديه ديال بلادنا كلها مريضه وخصها يلا غاصوا 15 ولا 20 الف هكتار، وهما غاديين من دابا 40 50 غادي توجد. ف سمحوا لي، لانه انا زعما كونوا موضوعيين، ثلاث سنين ديال لا سيسخيس وما كاينش الماء لا في البيريمتر ريغي ولا حتى بلاصه، وتكون عندكم هذه الامكانيات ديال الفلاحه. مره اخرى كنقول لكم شكروا الفلاحه والحمد لله. اما لي كريتيك ديال سميتو، حنا انا سمحوا لي، انا لا دانيير فوا الخطا اللي فات، انا الهدف ديالي والكلمه ديالي الوحيده ان الهم ديالنا هو المواطن والمواطنين. ولقيت ما طلعتو قلت وانا انا طمونج مزيان، لان خص المواطن يعرف بان الهم ديالو انا الاولويات ديالي هو المواطن والمواطنين. ما عندي حتى حاجه ضد البرلمان، ما عندي حتى حاجه ضد البرلمانيين. اشتغلت معكم 20 سنه في 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 الاحترام، واللي كيحترمني كنحترمو وكنشتغلوا بجديه ومعقول. دونك زعما سي ان نون ايفينمون، لانه يمكن ما تفهمتوش، اللي خصو يتفهم هو ان الاولويه ديال الحكومه هو المواطنين والمواطنات، ومن بعد يعني لو غيست بو فونير. فلهذا احنا جينا في اخر المسار ديال واحد البرنامج اللي هو كان كبير.